الآن صباح الخير والسعادة على حضراتكم. صباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح مي. حلقة النهاردة حلقة يوم الأربعاء بتاريخ 8 ديسمبر 2021. يا رب النهاردة يكون يوم جميل على حضراتكم، طبعا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية. يا ريت ناخد بالنا النهاردة هيكون في عاصفة ترابية، يعني ده بتقارير من يعني منظمة أو هيئة الأرصاد الجوية إنه في أمطار، في عواصف ترابية. يا ريت ناخد بالنا من ولادنا اللي نازلين عشان طبعا في امتحانات، وإن شاء الله اليوم يعدي بسلام. يعني نتمنى ناخد بالنا على قد ما نقدر نتقل لولادنا علشان كمان الجو برد بزيادة. إن شاء الله يوم يعدي بخير وسلام وما يكونش فيه أي يعني أضرار يعني لينا وولادنا. خليني كمان أذكر حضراتكم بفقراتنا زي ما احنا متعودين. بنبدأ دايما بفقرتنا الإخبارية اللي بنتابع فيها نشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، إلى جانب العديد من التقارير وطبعا العديد من الأخبار اللي بيكون معانا فيها مداخلات هاتفية لمعرفة مزيد من التفاصيل. فقرتنا التانية فقرة الصحافة هتكون مع ضيفنا أستاذ محمد الشفعي الكاتب الصحفي والمؤرخ. هنحلل معاه أبرز المانشيتات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية الداخلية وأيضا الخارجية. فقرتنا الثالثة والأخيرة النهاردة أعتقد فقرة بتهم كل بيت في يعني طفل في المرحلة الابتدائية وبالتحديد في الصف الرابع الابتدائي، يعني جدل كبير أثار حول المناهج الخاصة ب يعني الصف الرابع الابتدائي وشكاوى من الأهالي وشكاوى من الأطفال إن هم مش قادرين يستوعبوا المنهج. كمان بنلاقي في شكاوى من المدرسين، إزاي نقدر نتعامل مع المنهج ده أو نفهم المنهج ده، ايه المشكلة في المنهج، يعني مشكلة في المنهج الخاص بالصف الرابع الابتدائي. كمان هنتكلم عن آليات تطوير التعليم والتحديات اللي بتواجه التعليم بشكل عام. كل ده هنعرفه في فقرتنا الأخيرة من خلال ضيفنا دكتور مجدي حمزة الخبير التربوي. خلينا نبدأ مع حضراتكم على طول من أول تقارير معانا الخاص باستقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح أمس السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكدا سيادته دعم مصر الكامل له في مهمته، أخذا في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية. خلونا نروح نتابع تقارير أو تفاصيل أكتر عن هذا التقرير وهذا الاجتماع ونرجع نبدأ أول فقرتنا، فقرتنا الإخبارية. خليكم معنا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكدا سيادته دعم مصر الكامل له في مهمته، آخذا في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية. من جانبه أعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، حيث قام بإطلاع سيادته على برامج وسير العمل بمنظمة التعاون الإسلامي للفترة المستقبلية، موضحا حرصه على لقاء السيد الرئيس في بداية فترة توليه رئاسة المنظمة للاستماع إلى رؤية وتقديرات سيادته تجاه مجمل القضايا المطروحة في العالم الإسلامي، وكذلك سبل دفع وتعزيز العمل الإسلامي المشترك بين الدول الأعضاء في المنظمة بما يساهم في حماية المصالح المشتركة ودفع التنمية في تلك الدول وتلبية طموحات شعوبها في تحقيق الازدهار والتقدم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد حسين طه عبر عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها مصر من أجل تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية ودعم دور المنظمة، مؤكدا التطلع لاستمرار الدور التاريخي الفاعل لمصر في ضوء أهميته ومحوريته وما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي، ولكون مصر أحد المؤسسين للمنظمة. كما شهد اللقاء استعراض مستجدات عدد من الأزمات الإقليمية، حيث أشاد أمين عام المنظمة بجهود مصر الرامية إلى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تمر بها المنطقة في ظل ما تشهده من اضطرابات وتحديات متزايدة سواء في الشرق الأوسط أو القارة الإفريقية، وعلى رأسها الخطر المتزايد للإرهاب الذي يسعى إلى هدم الدول وتفكيك مؤسساتها. وفي هذا السياق أعرب السيد الرئيس عن التطلع لتعزيز عمل المنظمة من خلال استثمار ما تمتلكه مصر من مؤسسات إسلامية عريقة تتحلى بالمصداقية على المستويين الإقليمي والدولي، بما من شأنه الإسهام في تقديم العالم الإسلامي للمجتمع الدولي وفق مبادئ صحيح الدين وبحث الأفكار والأنماط السلبية التي تنشرها التنظيمات والكيانات المتطرفة والإرهابية. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ أخبارنا. ويعني أول تقرير معنا أو تاني تقرير معنا طبعا بعد النشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلنا تابعنا الحفل المبهر قادرون باختلاف الخط بذوي الهمم، وشفنا طبعا تفاعل سيادة الرئيس مع كل الأطفال وتطلعات كل طفل كان نفسه في إيه. من ضمن هذه التطلعات وتنفيذ التوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفالية قادرون باختلاف قامت القوات المسلحة باصطحاب مجموعة من ذوي الهمم، وقامت بسملة بركوب طائرة عسكرية، وده طبعا كان بطلب من بسملة، وذلك بعدما طلبت من الرئيس السيسي برغبتها بقيادة طائرة أثناء الاحتفالية. خلينا نتابع تفاصيل في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم. استطلع كابتن طيور، أنا هطلب من الوزير الدفاع يسمح لبسملة تركب طائرة ثنائي مع أحد الطيارين، هنصورك ونطلعك ونوري الناس بسملة وهي في الطيارة الأحمر. ما بحتاج لك تبقى معي، ما بتسيبنيش
إحساس أكبر من كلمة حب، إحساس إن أنت معايا ده دايما بيطمني وفي وقت الجد بتكون لي سند وإيديك تتمد ومعايا تملي وعمرك ما تخلت يوم عني. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لما أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لما أقول لك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش ما تكفيش. حسن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز، يا معد علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها واقف للصعب زي الجندي اللي واقف في الحرب ومحدش يخسر معركة هو مآمن بيها. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. الإعلان عن تطبيق مشروع المساعد الذكي للفلاح هدهد والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لخدمة الفلاح، حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الإطلاق التجريبي لخدمة التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الإلكترونية. لتفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. يعني بداية خلينا ناخد من حضرتك فكرة عن مشروع هدهد المساعد الذكي للفلاح، وطبعا أهم الخدمات التي سوف يقدمها. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، والحقيقة أكيد حضرتك عارفة وشايفة ما يتم من جهود في مجالات التحول الرقمي في الدولة المصرية. إحنا كمان عندنا في قطاع الزراعة بدأنا نتجه بشكل كبير إلى التحول الرقمي، وانشأنا وحده للتحول الرقمي في القطاع الزراعي، كان لي الشرف ان انا شرفت بتاسيسها والعمل على الاشراف عليها. طبعا هذه الوحده بتقوم بجهد كبير جدا، بدانا ان احنا عندنا استراتيجيه الزراعه حطينا فيها برنامج متكامل للتحول الرقمي في القطاع الزراعي، ثم بدانا في اطلاق عدد من الخدمات المتتاليه، كان اولها كارت الفلاح، ثم منظومه الحصر لعفن البني، مشروع العفن البني، حصر العفن البني ومكافحته بهدف إتاحة الفرصة لبطاطس للتصدير، وأيضا مشروعات متكاملة في الحجر الزراعي لربط المواني. دلوقتي احنا أمام حزمة جديدة بتأتي في إطار بقى بروتوكول تم توقيعه للتعاون ما بين وزارة الزراعة والاتصالات، وهذا البروتوكول له عدد من المحاور اللي هدفها تحقيق التحول الرقمي في القطاع الزراعي. كان أول هذه المشروعات هو البوابة الإلكترونية أو بوابة الزراعة المصرية، عشان نفتح وسيلة لنقل المعلومة للمواطن المصري، وأن يكون في عندنا شفافية في الإعلان عن كافة ما يتم داخل الوزارة. وأيضا هذه البوابة تضم عدد من الخدمات، حوالي 20 خدمة من الخدمات اللي تم ملكنتها من داخل القطاع الزراعي. إن شاء الله نطلق باقي الخدمات اللي بتقدمها الدولة المصرية وبتقدمها وزارة الزراعة بشكل إلكتروني، وكمان الخدمات دي هنربطها على بوابة مصر الرقمية. الحاجة الثالثة اللي كانت في غاية الأهمية والإعلان عن تطبيق هدهد. تطبيق هدهد هو المساعد الذكي للفلاح، وده أول تطبيق في مصر
بيتم إنشاؤه بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وده عبارة عن تشات بوت تول، يعني هو وسيلة للحوار. بس أنا مش بتكلم مع طرف آخر، الطرف الآخر بتاعي هو الموبايل. هذا الموبايل عليه هذا التطبيق، وهذا التطبيق تم مده بكل المعلومات، وعملنا حاجة اسمها ماشين ليرنينج أو تغذية للآلة، تغذية علمية للآلة. هذه الآلة أصبحت دلوقتي في إيد الفلاح كأنها مرشد زراعي، يقدر يفتح التطبيق ويصور له أو يوري له النباتات، والتطبيق هيرد عليه يقول له بالأمراض اللي موجودة بكيفية مكافحتها. أيضا ممكن يسأله عن الأسعار، ممكن يسأله عن التوصيات الزراعية اللي لازم يتبعها، ممكن يسأله عن ايه هي الظروف الجوية اللي موجودة او الطغرات اللي موجودة، وهو هيقدم له النصيحة ويقول له ايه اللي موجود او ايه الوضع القائم ونقدر نعمل ايه. بدأنا بالفعل التطبيق في 8 محاصيل، وان شاء الله احنا مخططين للتوسع فيه بشكل اكبر في المستقبل القريب ان شاء الله. يعني تطبيق متكامل. طب يعني كيفية تنزيل التطبيق يا دكتور؟ يعني هل كمان بيعمل على كل الهواتف المحمولة، ولا لازم يعني هواتف سمارت، ويعني مش كل التليفونات ينفع ينزل عليها التطبيق؟ هو اولا التطبيق ينفع مع كل الهواتف اللي هي بشاشه، اللي هي كل هواتف السمارت تنفع معاها اندرويد او اي او اس، يعني ابل او اي نوع تاني من الهواتف اللي بتستخدم تطبيقات الاندرويد. وكمان هذا الموبايل ينفع مع كل الاحداثات او كل الاصدارات من اندرويد او اي او اس، فبالتالي كل الموبايلات القديمة أو الجديدة تقدر تشتغل مع هذا التطبيق. أيضا هو التطبيق ده احنا قلنا ان احنا بنصور أو بناخد صور، فنقدر نبعتها للتطبيق. هذا التطبيق يقبل كل أنواع الريزولوشنز اللي بتاعت الصور، أو كل أنواع جودة الصورة بمختلف درجاتها، يعني حتى كمان اللي معاه موبايل قديم بكاميرا قديمة يقدر يصور ويبعت، وهدهد هيديله كل التفاصيل اللي هو محتاجها. فدي الفكرة. ينزله ازاي؟ من على أب ستور أو من على جوجل بلاي، هيقدر يخش هيكتب تطبيق هدهد هيلاقيه، وفي فيديو تعريفي احنا عاملينه ازاي يقدر يفعل. هو أهم حاجة ان هو لما بيدخل التطبيق أو بينزله بيجيله رسالة على الرقم الشخصي بتاعه، رقم الموبايل بتاعه، علشان نضمن سهولة التواصل معاه لو في أي مشكلة أو في أي عائق معاه. وبعد ما بينزله ويجيله الرقم التعريفي بيكتبه علشان نتأكد من أن ده رقمه، هو الرقم اللي شغال. بنبدأ على طول نتواصل معاه، ويقدر يخش الشاشات بتاعة هدهد، سهلة جدا وبسيطة جدا، وأي حد هيعرف يتعامل معها بسهولة. هو بيخش يسأل على الأسعار أو يسأل على الظروف الجوية، أو بيخش يكتب أو يسجل بصوته ويقول أنا عندي مشكلة كذا كذا كذا، أو عندي الموضوع الفلاني. هدهد على طول هيبدأ يجري مع الحوار ويتعامل مع الحالة، ويوصف له كيفية مواجهة أي أزمة تواجهه في عملية الزراعة. احنا التطبيق بقى يعني مفعل بشكل يعني كامل، ولا لسه بشكل تدريجي أو تجريبي؟ احنا التطبيق جاهز للتعامل. احنا في فترة بس، ان احنا طبعا احنا بنشتغل على حاجة اسمها تغذية الآلة، يعني احنا بندي كل المعلومات اللي لدينا للموبايل، وبنخلي الموبايل يتعامل مع الفلاح بحيث يكون مرشد صغير في جيبه او صديق وافي في جيبه يقدر يسأله او يقدر يتفاعل معاه. فالفكرة دي فكرة ممتدة لن تتوقف ابدا، من استمرار بقى تغذية الآلة والتعرف على، ممكن تكون في اسئلة بترد من فلاح. احنا مخصصين فريق كبير جدا من علمائنا في الزراعه بيبداوا يغذوا الاله بكل تحديث وكل سؤال بيجي، علشان يكون دايما الاله مستعده للاجابه على كافه استفسارات الفلاح والمزارع المصري. فالتطبيق بيعمل لو في سؤال هو مش عارفه، هو بس بيطلب مده لحد ما يرجع للمختصين عندنا ويسالهم، ويرجع تاني يرد على صاحب السؤال، وبيحدد له يقول له السؤال ده انا ممكن ارد عليه خلال 24 ساعه، او انا ممكن ارد في خلال 48 ساعه. هل تطبيق هدهد هو بديل للمرشد الزراعي دكتور؟ ما نقدرش نقول بديل، لان طبعا نظامنا الزراعي يعني تربط على شكل معروف، لكن احنا وطبعا المرشد الزراعي له اهميه كبرى ولم تتوقف، انما احنا مش بنقول بديل، احنا بنقول وسيله مساعده يستفيد بها فئه كبيره، ويفضل المرشد الزراعي موجود، ويفضل كل نظامنا الزراعي موجوده، بس اللي حابب ان هو كمان يستخدم تقنيات احدث وتقنيات اسهل وسهوله في وصول المعلومه، فقدمه بديل متاح جدا. زي بالظبط كده وسائل التواصل الاجتماعي لما بتطلع على النت ما لغتش ابدا البريد او مكاتب البريد، ما لغتش كل ده موجود. صحيح. بس دي وسيله مضافه بنضيفها
وآلية جديدة بنحطها لخدمة القطاع الزراعي ولخدمة فلاحين مصر وكل المزارعين في مصر. نعم. وهو كمان الحقيقة هيكون بديل مناسب جدا، أو هيكون بيتميز بعدد من المميزات: السرعة، الدقة، الإتاحة، وسهولة التواصل، وما فيش تكلفة مالية. فكل دي مميزات موجودة في هدهد هتخليه ان هو ان شاء الله يكون قادر ان هو يخدم فلاحين مصر بشكل اكبر في المستقبل القريب ان شاء الله. طيب خليني اتكلم مع حضرتك يا دكتور عن كارت الفلاح. يعني تم اصدار كارت الفلاح لاكثر من 5 مليون مزارع، فنتكلم عن اهمية كارت الفلاح كمان. هو كارت الفلاح ده او يعني اهم قاعدة بيانات موجودة دلوقتي في مصر، لأنه بيضم كل بيانات المزارع المصري وبيضم المساحات المزارعة في مصر، وبالتالي نقدر نحدد الاحتياجات الخاصة بكل المزارعين وكل المستلزمات الزراعية، وكمان في نفس الوقت نقدر نتنبأ بالإنتاج. والأهم من ده كله أن تم تحويل هذا الكارت إلى كارت مدفوعات، وبالتالي أصبح هذا الكارت له القدرة على تنفيذ الخدمات للمزارع المصري، بمعنى أنه برضو شايل زي بنك بجيبه، لأنه يقدر ياخد فلوسه بشكل مباشر من الدولة لو هو بيعرض لها مثلا زي الأقماح أو أي منتج، فيقدر ياخد فلوسه بشكل مباشر على حسابه في الكارت، ويقدر يعمل كل اللي هو عايزه على الكارت. يقدر يجيب بيه سناد، يقدر يجيب بيه مستلزمات زراعية من الجمعيات الزراعية، يقدر يخلص بيه أو يدفع بيه مدفوعات الحكومية في أي مصلحة حكومية، أو يقدر إن هو ينهي كافة إجراءاته. كل ده يساعد بشكل كبير في تلبية احتياجات المزارع المصري. نعم. وفي تسهيل حصوله على الخدمة. صحيح. ده الإطار العام لهذا الكارت. صحيح. إحنا هذا الكارت كمان له دور كبير جدا في تنظيم وصول المستلزمات الزراعية للمستحقين الحقيقيين من صغار المزارعين. طبعا من خلال هذا الكارت تم توزيع في الموسم الشتوي أكثر من 2.25 مليون شفارة سماد لإخواتنا الفلاحين، وتم تفعيل الكارت لعدد كبير منهم. إن شاء الله إحنا مستمرين في عملية تطوير منظومة الكارت بهدف تطوير القطاع الزراعي وإحداث نقل نوعية تكنولوجية. إن شاء الله. طيب أخيرا يا دكتور، يعني سؤال ممكن يجي على أذهان الكثير من الفلاحين: هل هيكون أو هتكون المنصة الخاصة أو مشروع هدهد ده هيكون ليه دور تسويقي للمنتجات الزراعية للفلاحين؟ الحقيقة مش من ضمن الحاجات اللي احنا حطناها في هدهد في الوقت الحالي فكرة التسويق، لكن قد تكون موجودة مستقبلا، لكن حتى الآن هي مش موجودة. لكن في وسائل أخرى احنا عاملينها للفلاح والمزارع المصري يقدر يستخدمها في عملية تسويق منتجاته، زي المنصة الزراعية اللي يقدر من خلالها يعرض منتجاته ويبيعها، زي بوابة محاصيل وشاري مصر اللي احنا اطلقناها من خلال مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، واللي يقدر من خلالها الفلاح ان هو يحط المنتج بتاعه ده بيطلع يتعرض في أكتر من يعني أكتر من 10 لغات موجودة عليه، وبندي لكل واحد هيعرض منتجه على شاري إن هو الفرصة إن هو يحصل على ضمان من أكبر شركات الضمان العالمية، ضمان جودة يعني. فبالتالي اللي هيشتري منه بره هو متأكد وضامن إن هذا المنتج مضمون من أكبر شركة ضمان جودة على مستوى العالم، فإجابة ضمان الجودة أصبحت موجودة. الحاجة الثانية إن كمان تأمين ضد مخاطر الشراء الإلكتروني كمان إحنا حطناها على هذا التطبيق، فسواء البائع أو الشاري هيكون مطمئن على فلوسه في حال تم تنفيذ عملية الشراء والبيع من خلال هذا التطبيق. فدي فرصة لفتح أسواق خارجية إن شاء الله، وكمان عندنا المنصة الزراعية هتكون فرصة للبيع الداخلي بإذن الله. يعني مجهود وتطوير أكتر من رائع في القطاع الزراعي. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتور محمد الكرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة. بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. نروح مع حضراتكم لتقرير معانا خاص بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول الصديقة لمواجهة جائحة فيروس كورونا. قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإهداء جمهورية مصر العربية عدد من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا، حيث استقبلت مصر عدد 2 عيادة متنقلة عبارة عن معامل وتحاليل واختبارات كورونا بمستلزماتها المقدمة من الحكومة الأمريكية لصالح تعزيز إجراءات مجابهة انتشار الفيروس. كمان معنا تقرير خاص بالعلاقات المصرية السودانية
في إطار الدعم المصري المتواصل دول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان، محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان. خلينا نتابع تفاصيل أكتر لهذه التقارير ونرجع نكمل أخبارنا مع حضرتك. في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن، واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول الصديقة لمجابهة جائحة كورونا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإهداء جمهورية مصر العربية عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا، عبارة عن معامل تحاليل واختبارات كورونا بمستلزماتهما، والمقدمة من الحكومة الأمريكية لصالح تعزيز إجراءات مجابهة انتشار الفيروس. وألقى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال مراسم الاستقبال كلمة أكد خلالها على الحرص المستمر لدعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مقدما الشكر على ذلك الإهداء الذي يعبر عن مدى تضامن الجانب الأمريكي مع مصر، فيما أعرب السفير الأمريكي في القاهرة عن تقديره الكامل للدور الذي تقوم به الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة. ومن المقرر أن تنضم العيادتان في تبعيتهما إلى إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وسوف يتم استخدام تلك العيادات المتنقلة لصالح دعم إجراءات مجابهة فيروس كورونا والتي تقوم بها الحكومة المصرية للحد من انتشاره بمصر. والجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية كانت قد أرسلت شحنات من المساعدات الطبية تتضمن أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة الجائحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار التعاون الطبي بين الجانبين. يأتي ذلك تأكيدا على استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين، ولتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا. حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة. في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان، محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على دور مصر الرائد تجاه دول القارة الإفريقية في مختلف الظروف، وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم لتجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة. مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. معنا خبر خاص بإعلان هيئة قناة السويس عن عبور سفينة الحاويات في أولى رحلاتها البحرية عبر إيفر AIM العملاقة قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة. للتفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف دكتور أحمد الشامي مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل. تحياتنا لحضرتك يا دكتور في البداية. لحضرتك ولكل المشاهدين. يعني خليني أسأل حضرتك حمولة هذه السفينة وطولها وكمان أهمية عبور مثل هذه السفن العملاقة بالمجرى الملاحي الجديد. هي الإبراهيم
دي حمولتها 241 ألف طن. نعم. يعني مقاربة للحمولة القصوى لقناة السويس اللي 245 ألف طن. كان عليها 21,656 حاوية مكافأة. كويس. نعم. الماركت دي بتعتبر ثالث ماركت من 12 ماركت تم تصليحهم فعلا من الفئة A او الجيل السادس. كويس. نعم. 12 ماركت تم تصنيعهم او في تعاقداتهم مع الايفرجرين. كويس. نعم. ودي هي وسفينة تانية اسمها ايفر ايس ليها نفس المواصفات. هم اكبر سفينتين من ناحية الحمولة من الحاويات. كويس. في جيل قريب بقى جاي اللي هو 24,000 قريبا. يعني هنسمع برضو ان في سفينة هتعبر يعني مش 22 ممكن 23 سنة 23 فيها 24,000. طب ده معنى ايه بالظبط؟ خلاص ريس من سنة 2010 كانت عاملة حسابها لغاية سنة 2030 ان هي تستقبل كل حمولات السفن الكبرى من الحاويات. ليه الحاويات؟ الحاويات تقريبا بتمثل كثافة في قناة السويس بتمثل 50% من المراكب اللي بتعبر قناة السويس. فجينا في 2014 بقى زودنا التصنيف لقناة السويس واضفنا قناة السويس الجديدة عشان نضيف مزايا إضافية لقناة السويس. جينا في 2021 وبعد الحادثة بتاعت ايفر جيفن. كويس. خدوا قرار ان هو هيعملوا في الجنوب الشرقي المدخل المدخل الجنوبي. نعم. كويس. هيتعمل هم احنا ناقصنا 80 كيلو ونص في المجرى يعتبروا غير مزدوج. فقرروا ياخدوا نص هذه المسافة واشتغلوا فيها وان شاء الله المفترض ان هي مع نص 2023 تكون تنتهت. بس انا متوقع ان احنا يعلن عنها السنة الجاية ان هي خلاص خلصت. كويس. هاي. طيب. كل اللي انا بقوله ده بيؤكد ان قناة السويس هي من اهم الممرات الملاحية الموجودة في العالم. هاي. ومش كلمة اهم ممر دي عشان احنا مصريين وقناة السويس في مصر واللي احنا سعداء بقناة السويس. لا. لازم حضرتك تعرفي ان التجارة العالمية في العالم 90% عن طريق البحر. قناة السويس الحمد لله بتستحوذ تقريبا حاليا دلوقتي على 12% من حجم التجارة المنقولة بحرا. 88% فين على بقية الممرات. انا بقى عايز اللي انا يعني بعد اذن سيادتك. اتفضل. طبعا يا دكتور. اشرح لك شرح بسيط جدا. اتفضل. عشان الناس يعني الواحد انا بحب قناة السويس من زمان لان انا يعني دي حاجة خارج الموضوع. انا كانت الثانوية العامة بتاعتي في نهاية السبعينات. كويس. انا كنت بذاكر في الاسماعيلية لاني كنت بستمتع جدا وانا قاعد في نمرة 6 اللي انا قاعد كده في البلكونة امام مجرى قناة السويس وذاكر. فهي ليها عشق معايا من زمان يعني من قبل اللي انا مخوض المجال في منتصف الثمانينات يعني. كويس. اتفضل. شرايين الحياة التجارية المائية وتعتبر في 8 شرايين من ضمنهم او من اهمهم قناة السويس. هتلاقي بقى بنتكلم على مضيق هرمز وده متميز، مضيق ملقى، مضيق باب المندب، البوسفور والدرنيل، بنما، مضيق بدر، جبل طارق. فالتجارة بتتم خلال هذه المحاور الأساسية. غير التجارة البينية اللي ما بين مثلا أوروبا وبعضها. آسيا وبعضها. كويس. فأما تيجي قناة السويس ليه بقى بتمتاز ان هي تعتبر من أهم الممرات الملاحية؟ أولا قناة السويس دي قناة مائية صناعية اتحفرت من أكثر من 150 سنة. نعم. اللي زيها قناة مائية صناعية مين؟ بنما. أكثر من 100 سنة. أما تيجي الناس تقول منافسين لقناة السويس، أنا بقول لسيادتك لا منافس لقناة السويس. قناة السويس ساعة تم اتخاذ قرار حفرها كان ليها غرض إنها تقرب
المسافات ما بين ثلاث قارات، من اهم ثلاث قارات في العالم، اوروبا واسيا وافريقيا. كويس، تمام. ليه النهارده لو بصيتي قناة السويس ممكن توفر قد ايه؟ في مسافات بتوصل لاكثر من 88% قناة السويس بتوفرها. صحيح، 88%. صحيح. واقل واقل نقط 20%. كويس، ده بالمقارنة لو انت خدت رجاء رأس الرجاء الصالح ما بين نقطة ونقطة، يعني مثلا بيكلمك مثلا على جدة مثلا ورحنا أبروس بريس، كويس، دي 88%. لو اتكلمنا على مثلا كولومبو نيويورك من خلال المرور بقناة بنما، يعني بيعدي قناة سويس بيعدي قناة بنما، دي بتوفر 39%. لو كلمنا على سنغافورة نيويورك هتلاقيها بتوفر 20%. ففي طرق أساسية، وانت الحمد لله قناة سويس في مسار التجارة العالمية. صحيح، لما تكلمي ان هي رابطة ما بين ثلاث قارات تبقى في مسار القناة اللي بقى مسار التجارة العالمية. صحيح. الموقع بتاعنا متميز، المجرى بتاعنا آمن. بعد التوسيع الكبيرة اللي تمت في 2014، القوافل بدل ما كانوا ثلاث قوافل، واحدة من الجنوب واثنين من الشمال، بقوا قافلتين، واحدة من الجنوب مباشر وواحدة من الشمال مباشر. مباشر يعني ما فيش توقفات. صحيح، فده التصنيف الجديد. كويس. المزايا النهاردة قناة السويس اما بقرنها بقناة بنما، قناة السويس ما فيهاش هوسة، هو مجرى ملاحي ممتد. نعم. كويس، الحوادث فيها لا تذكر بالمقارنة بالقنوات الاخرى. كويس، بتقدري تشتغلي فيها ملاحة 24 ساعة. كويس، ليل ونهار. كويس، مهيئة ان هي فيها توسيع وتعميق، والتعميق اللي هو تم في 2014. صحيح. وتم من سنة 80 لسنة 2010. وهيتم من سنة 2021 ل 2023. فانت عندك الحمد لله ربنا يعني اكرمنا بهذا الموقع، وربنا اكرمنا في قناة السويس. طيب، فالدلالة اللي احنا بقى بنتكلم فيها ايه؟ حادثة ايفر جيفن. كويس، كانت ورت، اعتقد ان كانت الناس كلها شافت قد ايه العالم. صحيح، حقيقي زعج اما وقف القناة السويس. وبعد كده بعد ست ايام العالم اكد قدرة وامكانيات مصر وقدرة وامكانيات قناة السويس على مواجهة اصعب الازمات. حقيقي، حقيقي يا دكتور. طب يعني بجانب كل المميزات اللي حضرتك ذكرتها عن قناة السويس، وطبعا احنا لا نقارن بأحد ودي مش تحيز طبعا، ولكن ده على الواقع زي ما حضرتك ذكرت، هل احنا في الفترة الأخيرة دي يعني محتاجين في قناة السويس لتحديث لبعض الخدمات فيها؟ الخدمات بقى، بص عشان الناس تفهم القصة صح، قناة السويس مجرى عبور، هو مجرى عبور، الخدمات على المناطق المتخمة لقناة السويس. اللي هي بتقوم بيه جزء منه قناة السويس، اللي هي بعض الخدمات زي التسانات البحرية، التموين، الإنقاذ. كويس، دي خدمات بتقوم بيها قناة السويس. كويس، وبتطور، يعني قناة السويس ما بتطور اللي مثلا بعد حادثة ايفر جيفن، طب احنا بنتكلم في حمولات كبيرة بتوصل 245,000 طن. كويس، يبقى انت محتاجة قدرات اعلى في قطرات الانقاذ والشد، واخد بالك؟ فابتدت قناه السويس عندها خطه، وكانت خطه قديمه على فكره، مش يعني الناس ما تفتكرش ان قناه السويس ابتدت تفكر في هذه النوعيه من القطارات، لا، قناه السويس كانت عندها سياسه وجدول وخطه. صحيح. من قبل كده. صحيح. بس تسرعت فيها بعد ايفر جيفن، وبعد ما الرئيس اداهم قال لهم اللي انتوا عايزينه. كويس، فابتدوا يتعاقدوا على قطارات بوحدات بقدرات اعلى عشان تواجه هذا. خد بالك، اقتصاد الحجم النهارده هي الاساس. خلاص، كل الجيل الاسطول العالمي بقى خلاص المراكب الصغيره، يعني معلش ال 12,500 حاويه. نعم، واخد بالك، دي كانت بالنسبه لنا كانت حاجه عملاقه. وعلى فكره 12,500 حاويه دي اقصى قدره القناه بتنما انها تشيلها. يعني عمرها ما هتيجي بقى تتجاوز اللي انا بقول لك انا بشيل لغايه 24,000. يبقى احنا مفيش مقارنه ما بيننا وما بين بنما خالص خالص. عشان كده بقول لحضرتك احنا
نمرة واحد الحمد لله، واخد بال حياتك. فأنا بقول لحضرتك الخدمات الأخرى بقى اللي هي بتقوم بيها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اللي هي مساكة الباشمهندس يحيى زكي، اللي انت لابد فعلا توفري مزيد من الخدمات والأنشطة اللي بتبقى ميزة للمراكب. انت عندك العميل، انت متخيل يعني قناة السويس يعدي فيها دلوقتي 19,000 ويقارب من 20,000 سفينة. كويس، انت عندك الزبون، الزبون اما يلاقي عندك تموين وقود كويس، الدولة هتعمل ان شاء الله محطة عالمية لتموين الوقود سواء في الشمال او في الجنوب. كويس، اما يكون عندك السياحة، طبعا السياحة بمناسبة السياحة، ما هو في مركب سياحة ما جبتوش سيرتها ليه لسه عدت امبارح برضو عليها 1600 راكب، ودي تقريبا كان في توقف من ساعة الكورونا. صحيح، وكانت مركب عملاق برضو اللي عدى امبارح. كويس، يعني بالمصادفة انت بتعدي اكبر مركب حاويات وبتعدي مركب كروز ركاب عملاق. كويس، فبالنسبة للخدمات احنا محتاجين خدمات، بس مش هي بس قناة السويس، في هيئات اخرى، وزارة النقل بتقوم برضو بدور، الهيئة الاقتصادية بتقوم بدور. ليه؟ انت النهاردة ما يكون عندك زي ما بقول العميل موجود وبتقدمي له خدمة وخدمة كويسة عشان تقدري تخشي في مرحلة تنافسية مع دول الجوار اللي حواليك، واخد بال حياتك، فده قيمة مضافة للدخل القومي، قيمة مضافة لمصر، توفير فرص عمالة جديدة. صحيح، الدولة ماشية في هذا النهج الحمد لله. صحيح، احنا بنتكلم في السياحة، بنتكلم في اقتصاد دولة، بنتكلم من قناة السويس مصدر هام جدا جدا للاقتصاد المصري الحمد لله. وصدقيني يعني ما احنا وصلنا اللي احنا يعدي مليار ومتين الف طن من خلال قناة السويس. صحيح، هذا رقم مش قليل. صحيح، رقم كبير، والخطة بتاعت الدولة مش عايز اقولك يعني ان احنا ان شاء الله على 2025 نتجاوز ال 15% من حجم التجارة العالمية. خطة الدولة الثانية في 2050 هي لسه طبعا لم تعلن، بس يعني شغالين فيها، وخطة لحياتك ان هي قناة السويس توصل لاكتر من 30% من الاستحواذ على عبور التجارة الدولية من خلالها. وان شاء الله بقى مش هتبقى مجرد عبور، لا هتبقى فيه ان شاء الله خدمات متاحة ومتاحمة في المناطق المحيطة بتاعتها ان شاء الله. يعني انا شرفت بمداخلة حضرتك، بشكر حضرتك جدا يا دكتور. عمرك، وكل التحية طبعا لقناة السويس، وكل التحية لمصر. اخر حاجة عايز اقولها لك، اتفضل يا دكتور. اما كانوا بيقولوا قناة السويس بيعدي فيها 50 مركب ولا 49 مركب في 2014، انتوا ليه عملتوا قناة السويس جديدة؟ كويس، قناة السويس جديدة اثبتت بجدارة، واخد بال حضرتك، انها فعلا زادت عدد السفن وزادت احجام السفن. صحيح، خلال الخمس سنين انا ما كنت بتكلم في 17,000 النهارده وصلت 19,000، انا كنت بتكلم في 800,000 طن، وصلت المليار و200 الف طن. قناة السويس الجديدة انقذت قناة السويس الاساسية في 2016 لما حصلت حادثة شبيهة الايفر جيفن مع الفارق في الحجم، واخد بال حياتك، استعرضت مركب في القناة ووقفت 11 يوم ولم تتوقف الملاحة في قناة السويس. نعم، لمدة ساعة بسبب وجود قناة السويس الجديدة. نعم، أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك على وجودك معنا، بشكرك دكتور أحمد الشامي مستشار النقل البحري. كل التوفيق لك وتحياتي لك إن شاء الله. يعني أنا خلاص بخلص السوفة أو حال على التقاعد برغبتي. ربنا يديك الصحة يا دكتور، بس أكيد هكون متابع يعني. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا. أهلا بيك، شكرا لمداخلتك، نورتني يا دكتور. شكرا دكتور أحمد الشامي مستشار النقل البحري وخبير وخبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه الطاقة الإيجابية الصباحية. نروح لتقرير معانا خاص بجهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، هنتابع تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي ونرجع نكمل مع حضراتكم. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. ف
فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1934 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن ومصرع 24 عنصرا، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سطو مسلح، قطع طريق، مخدرات، سلاح. وبحوزتهم 1067 قطعة سلاح ناري من بينها RPG، 4 رشاش، 156 بندقية آلية، 158 بندقية خرطوش، و52 مسدسا، و695 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 276 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4580 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3880 متهما، من بينها 3 جرينوف و667 بندقية و383 بندقية آلية و275 مسدسا و3251 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات و582 خزينة، إضافة ل 6644 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية غير مرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 55 تشكيلا عصابيا ضموا 157 متهما قاموا بارتكاب 348 حادث متنوع. كما تم ضبط 692 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 308 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 451 متهما. كما تم إعادة 45 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,305,147 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 9,224 حكم جناية، من بينها 15 حكما بالإعدام و563 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 694,056 حكما جزئيا و122,247 حكما مستأنفا، و1,165,747 حكم غرامة، و313,873 حكم مخالفة. مرة تانية برحب بحضراتكم مشاهدينا. قبل حجز الفندق اعرف حدود الأسعار الجديدة حسب قرار مجلس الوزراء، حيث أعلن مجلس الوزراء اعتماد قرار اللجنة الوزارية السياحية والأثار بتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية ورفع قيمة الحد الأدنى للفنادق. تفاصيل أكتر عن هذا القرار احنا معانا عبر الهاتف أستاذ هشام الشاعر، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية. صباح الخير يا أستاذ هشام. صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك معانا. خلينا في البدايه نعرف من حضرتك ما هي تسعير بيع الغرف الفندقيه حسب هذا القرار، وهل يختلف من يعني طبعا 5 نجوم لـ4 نجوم او كمان 3 نجوم، وطبعا موعد تطبيق هذا القرار؟ هو في الوقت الحالي السعر اللي هو الحد الادنى للاسعار بالنسبه للفنادق الفايف ستار $40، بالنسبه للفنادق الفور ستار $28. من شهر 5 الجاي ان شاء الله، من 1/5
رفعنا سنة الأسعار فقلنا هتبقى الفنادق الخمس نجوم $50، الأربع نجوم $40، الثلاث نجوم $30، والنجمتين $20، وهكذا يعني. ده بداية من 1/5، وإن شاء الله مستقبلين يكون في برضو رفع للأسعار، لأن إحنا الأسعار عندنا كانت تدنت لحد يعني لحد مش مقبول. صحيح. فالغرفة رأت مع الوزارة أن لابد نحط حد أدنى للأسعار، وبناء عليه تم الاتفاق على أن من 1/5 هتبقى الأسعار اللي أنا قلتها لحضرتك. يعني الرفع هيكون بشكل تدريجي، ويعني زي ما حضرتك ذكرت انه في شهر مايو هيكون في رفع اخر لاسعار الفنادق. في شهر 5 هيكون بقى هو اللي هو $50 وال$40 وال$30. طيب خلينا نتكلم بشكل عام حضرتك استاذ هشام عن يعني اهميه هذا القرار وطبعا اثاره على المنتج والخدمه السياحيه المقدمه للسائح. بص حضرتك، هو طبعا احنا كانت الاسعار وصلت عندنا لمستوى متدني رهيب جدا جدا جدا، وده كان اكيد بيأثر على الخدمه اللي بياخدها السائح. فلنظره مستقبليه ده مش في صالح السياحه. فاحنا راينا كغرفه وكوزاره وكمسؤولين يعني ان يا جماعه بالشكل ده احنا كده بنهدم سوق او صناعه مهمه جدا وهي صناعه السياحه والفندقه. فلابد من وضع حد ادنى، لان لازم كمان يكون في حد ادنى للخدمات. فانا لازم ارفع السعر عشان كمان ارفع الخدمات بتاعتي. صحيح. ودي كمان بيواكبها حاجه معانا دلوقتي يا فندم، احنا بنعمل اعاده تقييم لجميع فنادق مصر. يعني جميع فنادق مصر في دلوقتي شغال لجان عشان اعاده التقييم، في اللي هينزل وفي اللي هيطلع، وبناء عليه يبقى احنا بنحط سعر يعني ده بنقول حد ادنى، اللي عايز بيبيع اعلى من كده في بيبيع اعلى من كده طبعا. طب يعني في مصطلح اسمه سياسة حرك الأسعار، هل هي ظاهرة عالمية أم ظاهرة محلية موجودة يعني في مستوى أو على مستوى دول أخرى؟ هو بص حضرتك، موضوع حرك الأسعار ده غالبا ما بتقومش بيه الفنادق، بيبقى شركات. شركات سياحة هي اللي ممكن تفعل هذا، إنما أصل الفندق مهما كان الفرق في السعر ما بينه وما بين شركة أخرى مش هيبقى الجاب كبير جدا. لما احنا بنفاجئ ان بعض الشركات السياحة للأسف الشديد بتحرق في الأسعار بتاعتها، منافسة مع الشركة الثانية بتنزل، بيبقى بنحس ان هو بايع عالي من السعر اللي هو واخده من الفندق. طب ده بيجيب منين؟ بيعوض منين؟ طبعا مع الحد الأدنى ده أكيد هتقل العملية دي. طبعا هي مشكلة في الغالب مصرية للأسف الشديد. طيب خليني أسأل حضرتك كمان عن آليات تنفيذ هذا القرار، لأن في شركات بتمضي عقودها داخل مصر وخارجها، يعني هل في جهة ستتابع وتطلع على وتطلع على هذه العقود حتى يعني الأونلاين منها؟ طبعا يا فندم احنا عندنا طبعا تفتيش مستمر بصفة مستمرة من الوزارة والغرفة، وبعدين احنا عارفين يعني احنا النهارده بنقول احنا في شهر 11 واحنا بنقول لسه الاسعار هترتفع من شهر 5 اللي جاي. يعني احنا لما رفعنا الاسعار المره الاولانيه رفعناها في شهر 4 عشان شهر 11. طبعا حضرتك فكان في فتره 6 7 شهور، احنا برضه من دلوقتي عندنا فتره 6 7 شهور بنقول فيها ان الاسعار هترتفع. نعم. واخد بال حضرتك، يعني احنا عاملين حسابنا للنقطه دي، ان ما عشان ما يجيش حد يقول زي ما حضرتك بتقولي كده اصل انا بمضي العقود. انا مضيت انت بتمضي العقود قبلها 6 7 شهور. وبعدين لما بيبقى قرار سيادي، انت لما بتمضي حتى العقود وبعدين تطلع قرار سيادي طلع من الدولة، الناس بره بتلتزم بيه. نعم. بشكر حضرتك جدا أستاذ هشام الشاعر، عضو لجنة تيسير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ هشام على هذه المداخلة. شكرا لحضرتك. احنا لسه مع الحفل المبهر اللي تابعناه كلنا لذوي القدرات الخاصة، ويعني كمان بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأكيدا على دمج أبناء الوطن من ذوي القدرات الخاصة وتحقيق طموحاتهم، استقبلت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الطفلة ملك محمد 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، وإحدى المشاركات في مؤتمر قادرون باختلاف، وذلك تحقيقا لحلمها بأن تكون وزيرة ثقافة لمدة يوم تباشر فيه عمل الوزارة وتطلع على ما تقوم به من مهام. وده كان بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية. ووجهت
عبد الدائم، التحية لرئيس الجمهورية الذي يولي اهتماما بذوي القدرات الخاصة، وأكدت أنهم جزء أصيل في نسيج المجتمع ومن الأولويات في خطط الدولة للتنمية، وعبرت عن سعادتها بمقابلة ملك وحثتها على التمسك بحلمها وطموحاتها حتى تصل إليها، مؤكدة تقديم كافة أشكال الدعم لها. وكررت ضمها إلى فرقة مسرح الشمث لذوي القدرات الخاصة، واستحداث أفضل أو فصل نوعي خاص بذوي الهمم لدراسة آلة البيانو يتبع مركز تنمية المواهب، ووعدتها بتحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لها لتحقيق حلمها وطرح أفكارها والاجتماع بقيادات الوزارة وممارسة مهام وزيرة الثقافة. كمان أضافت عبد الدائم أن خطط وزارة الثقافة تضم مسارا لدمج واكتشاف وتبني ذوي القدرات الخاصة من الموهوبين، إلى جانب توفر كافة سبل المعرفة لهم، وذلك من خلال فصول نوعية بمراكز تنمية المواهب في مختلف المحافظات، وكذلك إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بمعاهد أكاديمية الفنون وطباعة الأعمال الأدبية بطريقة برايل. وتابعت أنه تم إنشاء أول فرقة مسرحية متخصصة في مصر والوطن العربي، هي فرقة الشمس، وده لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة والتمكين الثقافي التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تعقد الكثير من الندوات والمؤتمرات لمناقشة وطرح قضاياهم وتنظيم الورش التدريبية على الحرف اليدوية وغيرها من ألوان الفنون والأداب. كمان أعلن رئيس الأوبرا تقديم مكافأة مالية إليها، إلى جانب منحة مجانية تحفيزا وتشجيعا لها لتواصل السعي لتحقيق طموحها. يعني خبر من الأخبار المبهرة، واستكمالا طبعا مؤتمر قادرون باختلاف المبهر اللي أبهرنا يعني جميعا، وإحنا بنتفرج على تفاعل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل طفل وكل شخص من ذوي الهمم. بكده تكون انتهت فقرتنا الإخبارية، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الصحفية، وضيفنا اللي يكون معنا عبر الهاتف أستاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي والمؤرخ. خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي والمؤرخ. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير، مين أخبارك إيه؟ أهلا بحضرتك معانا، منورنا. أهلا وسهلا بك. خليني أبدأ مع حضرتك أول منشطاتنا طبعا خاصة بنشاط سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس. الرئيس السيسي يستقبل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي إلى القاهرة، مؤكدا دعم
مصر الكامل له في مهمته، أخذا في الاعتبار حجم التحديات التي تواجه العالم الإسلامي على مختلف المستويات والتي تستوجب تعزيز التنسيق والتواصل تحت مظلة المنظمة لخدمة قضايا الأمة الإسلامية. خلينا نروح ونتكلم مع حضرتك بشكل تفصيلي طبعا عن هذا اللقاء، وطبعا أهمية هذا اللقاء في التوقيت الحالي. عارفة انه هذه المنظمة من المفترض انها منظمة كبيرة ومهمة في اطار المنظمات الاقليمية بتضم 57 دولة اسلامية، مفترض ان يكون لها ثقل كبير جدا على الساحة الاقليمية والساحة الدولية. بتتكلمي في كل الدول العربية، 22 دولة عربية، بتتكلمي في دولة زي اندونيسيا، دولة زي ماليزيا، يعني على العديد من الدول الإسلامية الكبيرة. لكن لما نجد زي ما الخبر بيتكلم عن تحديات كبيرة داخل العالم الإسلامي، نجد أن أغلب المشاكل في العالم كلها متركزة داخل دول العالم الإسلامي. نشوف نبص على اليمن، نبص على السودان، نبص على العراق، نبص على ليبيا، نبص على حتى الإرهاب الأسود دائما وأبدا مرتبط ببعض الجماعات الإرهابية التي تنتسب زورا وظلما إلى فكرة الإسلام والإسلام منها براء. فالحقيقة تحديات كبيرة جدا. هذه الدول الإسلامية 57 دول الدولة حتى الآن التعاملات الاقتصادية بينها البينية بينها لم يعني تصل إلى الدرجة أو الحد الأدنى حتى من التعاون المهم. مثلا كان المفترض أنه يبقى في عندنا نموذج زي نموذج الاتحاد الأوروبي نطبقه على الدول المنظمة الدول الإسلامية، وبعضها شديد الثراء وبعضها عنده تجارب مهمة جدا في التنمية زي ماليزيا مثلا، تجارب مع عملاقة في التنمية. بعضها زي دول الخليج شديد الثراء. يعني لو هذه الدول وضعت مجموعة من الأطر ومجموعة من السياسات الاقتصادية والسياسية وحتى الاجتماعية، أعتقد أنها تصبح رقم كبير جدا. فاللقاء اللي تم بين الرئيس وبين الأمين العام الجديد لهذه المنظمة، أعتقد أن مصر دولة لها ثقل كبير جدا داخل جامعة الدول العربية وداخل منظمة الدول الإسلامية ومنظمة العالم الحياد. كل هذه المنظمات ممكن إذا استطعنا أن نوجد ده نسق مهم في التعاون، ان احنا نبقى اصحاب كلمه مهمه جدا في الامم المتحده في مجلس الامن. صحيح. يعني نستطيع هذه المنظمات، ومنظمه الدول الاسلاميه هي المنظمه الوسط، جامعة الدول العربيه 22 دوله، المنظمه الدول الاسلاميه 57 دوله، المنظمه العالم الحياز ما يقرب من 100 دوله. فاحنا يبقى اذا منظمه الدول الاسلاميه منظمه مهمه جدا جدا تستطيع أن تتشارك فيما بين هذه الدول وأن تقدم نفسها ك يعني قوة إقليمية وقوة دولية مهمة جدا. صحيح. طيب أنا حابة أروح مع حضرتك، يعني حضرتك ذكرت أنه أي عمل إرهابي يعني يقولوا أنه ده علشان إسلام أو يعني بيخوضوا في الحتة دي، هل العالم وثقافة العالم والمجتمع دلوقتي بقت بتاعي أنه الإسلام بريء من هذه الأعمال؟ شوف العالم كله، لأن الوثائق دلوقتي يعني موجودة، أنه مين اللي أنشأ القاعدة الأمريكية، مين اللي أنشأ داعش الأمريكان، مين اللي دعم أصلا، مين اللي أنشأ جماعة الإخوان البريطانية. يعني دي مسألة يعني الوثائق موجودة، أنه أنا أحاول أن أشيطن بعض المسلمين وأنسب زورا إلى هذا الدين الحنيف الذي يدعو دائما وأبدا إلى السلم وإلى المودة وإلى يا ربنا يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكرة إن الخلق الكون موجود عشان التعارف، عشان المودة، عشان المحبة، عشان السلام. هذا دين يدعي إلى السلام، يدعي إلى المحبة، يدعي إلى المودة، ولكم دينكم ولي دين. صحيح. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني ما وجع يعني إن ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وما يزالون مختلفون إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ربنا بيقول إنه لاختلاف سنة كونية. صحيح. لكن إنه تتدخل دول بعينها وتنشئ جماعات إرهابية زي القاعدة وزي داعش وزي جماعة الإخوان، ثم تشيطن هذه الجماعات وتحاول نسبها الى 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 الاسلام. لا، نحن في زي ما في اليهوديه
بعض اليهود إرهابيين، في بعض في المسيحية بعض المسيحيين يهود، في إرهابيين في 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 الدم بعض المسلمين إرهابيين. فأنا ما أقدرش أن أنا أنعى الدين، الأديان كلها جاية من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكلها أديان سماوية تحض على الفضيلة وتحض على المحبة وتحض على المودة وتحض على التعاون بين البني البشر جميعا. لكن هي أهداف سياسية هي أهداف سيئة جدا من بعض الدول، هي محاولة شيطنة المسلمين أو بعض المسلمين لكي ينسبوا المنتج الإرهابي ده إلى الإسلام والمسلمين. صحيح. طيب هنطلق مع حضرتك لمنشط آخر ونتكلم عن أزمة فيروس كورونا. رئيس الوزراء يوجه بوضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقي اللقاحات في المحافظات. استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان خلال اجتماع الحكومة آخر المستجدات الخاصة بالموقف الوبائي لفيروس كورونا وتوفير اللقاحات. كمان عرض الوزير دراسة مقارنة لنسب تلقي اللقاح بين المحافظات. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعرض الموقف خلال الاجتماع القادم لمجلس المحافظين من أجل وضع خطة متكاملة لتسريع وتيرة تلقي اللقاحات في المحافظات التي تنخفض فيها نسب الإقبال على تلقي اللقاح. خلينا نروح مع حضرتك لا يعني نفهم، هل النسب الانخفاض دي بسبب الشعب المصري نفسه أو الشخص نفسه، ولا يعني في مشاكل في المنظومة دي؟ شوفي، هو العالم بيسعى إلى الوصول إلى ما يسمى مناعة القطيع، ومناعة القطيع دي بتعني تطعيم ما يقرب من 70% من عدد السكان في كل دولة عشان الناس تقدر تمارس حياتها الطبيعية. احنا بنتكلم ان مصر تقريبا النهارده 110 مليون. الدكتور عوض تاج الدين مستشار الصحة لرئية الجمهورية اعلن يعني منذ ساعات انه احنا لدينا ما يقرب من 80 مليون جرعة من مختلف انواع الامصال اللي موجودة. بيتكلم على فايزر، بيتكلم على موديرنا، على سيرازينيكا، بيتكلم على سينوفارم، بيتكلم على سبوتنيك، بيتكلم على يعني سينوفاك، المجموعة بعضها جنة على سبيل الهدايا وبعضها جنة بالشراء. الكلام دلوقتي بعد ما الدولة ألزمت الموظفين في المؤسسات والهيئات الحكومية وألزمت الطلبة في التطعيم، بنتكلم على ان احنا قربنا من 40 مليون مواطن خدوا الجرعة الاولى او الجرعة الثانية. تمام. يبقى لسه ما وصلناش الى حد فكرة مناعة القطيع. عشان نعمل مناعة القطيع احنا بنتكلم في حوالي 70 مليون مصري لازم يكونوا واخدين التطعيم، خاصة وان احنا بنتكلم ان الدوله قررت تطعم الشباب الصغير من 12 ل 15 سنه. صحيح. يعني في بعض الدول نزلت بالسن الى اقل من كده، لكن ده كويس. يبقى احنا محتاجين فكره الالزام دي تروح لمجموعه اخرى من المواطنين زي القطاع الخاص. القطاع الخاص هو اللي فيه كتله الموظفين الاكبر على مستوى مصر. يبقى احنا نلزم كل الشركات والمؤسسات والهيئات اللي تشتغل في القطاع الخاص انها تقوم بمنح المصل للعاملين فيها، حتى لو ادى هذا الى ان الدوله تدعم هذا المصل. يعني المساله انه زي ما قلنا قبل كده انه لا قدر الله عندما يصاب الانسان بوباء اللعين فبتبقى التكلفة أعلى، فمهما كانت التكلفة الأمصار هتبقى أوفر مليون مرة من تكلفة المرض لا قدر الله. طب هي الفكرة يا أستاذ محمد، إحنا ليه إلزام؟ يعني ليه ما فيش ثقافة إنه إحنا خايفين على نفسنا، إحنا لازم ناخد التطعيم؟ وطبعا في متحورات جديدة، والمتحور اللي ظاهر وكلنا خايفين منه والعالم كله خايف منه متحور أوميكرون أو أوميكرون، ففكرة إنه الناس يعني لازم تبقى يعني هي اللي تاخد الخطوة، ليه يعني نتحط تحت فكرة إنه لازم الدولة تلزم انه مش هندخل المصالح حكومية غير واحنا معانا التطعيم او احنا واخدين التطعيم، مش هندخل كمان يعني مدارس او اي مصلحة حكومية، او يعني زي ما حضرتك بتقول لو دخلنا في القطاع الخاص، يعني ليه فكرة الالزام؟ هو الالزام لانه انت عارفة ما زال حتى في لو انت طبعا انت بتابع اكيد يعني في بعض الدول الاوروبية والدول اوروبا بالتأكيد متقدمين جدا في مظاهرات على فكرة الالزام.
يعني المواطن الأوروبي ومواطن المفترض أنه شديد تقدم بعض شرائح في هذه المجتمعات رفض فكرة إلزام هي طبيعة البشر تقريبا لأنه ما زال حتى الآن هناك شرائح من المواطنين في كل دول العالم بترى أنه هذا الفيروس مؤامرة وأنه هذه الأمصاب سوف تؤدي إلى يعني تبعات خطيرة جدا على بعض يقول لك انه ده عشان تخفيف الفكره انت الكلام اللي اتقال على بيل جيتس وانه هيعمل كلام عشان خاطر العدد السكاني يقل عشان يحصل نوع من التعقيم الناس ما لا تنجب يعني في اشاعات كثيره جدا صحيح. رغم طبعا انا جلست طبعا لن اذكر الاسم يعني مع واحد من اكبر اطباء مصر وقال انه مش هاخد اللقاح يعني لكن النهايه انا شايف انه اللقاح هو يعني الخط الامن لكل البشر ان الناس تاخد اللقاح كل انواع اللقاحات حتى انا شخصيا اخذت السينوفارم مثلا ورغم انه كتير جدا من الاطباء من اصدقائي يقول لي اصل ده اضعفهم اصل ده اقلهم يا سيدي خلاص انا اللي رحت لما رحت المكان هاخد فيه التطعيم ما لقيتش غير سينوفارم اخذت سينوفارم فايزر اقوى موديرن اقوى جونسون اقوى السرازينيكا عنده شويه مشاكل لغايه دلوقتي بس اقوى لكن في النهايه لازم كلنا ناخد هذا اللقاح لنصل الى ما يسمى بمناعه القطيع حمايه لانفسنا اولا ثم حمايه للمجتمع بكامله لانه هذا فيروس الحقيقه يعني ان شاء الله رب العالمين الى ان نجد دواء يعني انا يعني بتوقع ان شاء الله رب العالمين على خلال 6-7-8 شهور ان شاء الله يبقى في دواء يعني زي النهارده اي حد بيجي له برد بيروح ياخد كونجستال مثلا دواء نايت اندري ادويه معروفه للانفلونزا صحيح فان شاء الله عندما نصل الى وجود دواء ضد هذا الفيروس العالم يعني يشعر ببعض الامان لانه ده فيروس شديد التحور 7-8 تحورات في خلال سنتين كتير الحقيقه على الناس فالناس ما فيش حل غير الناس تاخد الامصال اللي بتوفرها الدوله دولة إن شاء الله كان في كلام عن تصنيع المصر في مصر احنا بيجينا الحياة تدفقات من الأمصار بملايين الجرعات يبقى نحاول ان احنا نخش زي ما دخلنا الجامعة نخش المدارس من 13-15 سنة يبقى ده عدد كبير جدا احنا عندنا حوالي 17 مليون تلميذ في المدارس اللي تحت الجامعة نخش المؤسسات الخاصة اعتقد نقدر نوصل ان شاء الله لفكره ال 70% أو 80% ان شاء الله رب العالمين يعني خلال اشهر قليله جدا يعني نتمنى فعلا. طيب هروح مع حضرتك لمنشط اخر معانا. رئيس الوزراء يلقي كلمه في ختام فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقه النوويه. ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة في ختام فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية بمركز المناورات للمؤتمرات وده كان بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وسفير دولة روسيا الاتحادية لدى مصر والعديد من السادة المسؤولين. نتكلم مع حضرتك عن فعاليات المنتدى المصري الروسي للطاقة النووية ونتكلم عن العلاقات المصرية الروسية في التوقيت الحالي. انت عارفة انه العلاقات المصرية الروسية علاقات قديمة وقوية واستراتيجية بدأت في منتصف الخمسينات من القرن الماضي على يد الزعيم جمال عبد الناصر بما عرف وقتها بصفقة الأسلحة التشيكية ثم تطور هذه العلاقات تطورا نوعيا لأصبحت شديدة الاستراتيجية من خلال مساهمة الاتحاد السوفيتي السابق في بناء السد العالي في إنشاء العديد من المصانع العملاقة زي مجمع الألومنيوم زي حي الصلب زي المراجع البخارية عشرات المصانع الحقيقة كان السوفيت لهم الحقيقة أيادي بيضاء في إنشاء هذه النهضة الصناعية الكبيرة في الخمسينات والستينات ثم التسليح لما مصر استطاعت كسر احتكار السلاح الغربي على مصر بوجود السلاح السوفيتي هذا السلاح الذي انتصرنا به في حرب اكتوبر 73 بعد وفاة الرئيس عبد الناصر الرئيس كان جاي بمنطق انه الامريكان اكثر جدوى للعلاقات فتم قطع العلاقات مع السوفيت بعد ما جه الرئيس مبارك عادت العلاقات مرة اخرى واصبحت علاقات عادية مع الرئيس سيسي احنا شفنا اكثر من لقاء بين الرئيسين سيسي وبوتين وفي محاوله يعني تفعيل علاقات الا انه العلاقات الحقيقه اصيبت ب يعني وعكه شديده
بعد سقوط الطائرة الروسية ومنع السياح الروس من اللجوء الاتيان الى مصر، ثم الحمد لله خلال الاسابيع الماضية عاد السياح الروس مرة اخرى الى مصر، وهناك مشروع عملاق بين مصر وروسيا الاتحادية اللي هو مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وده مشروع يتكلف ما يقرب من 30 مليار دولار، يعني الروس مستفيدين استفادة كبيرة جدا اقتصاديا، احنا مستفيدين من خلال هذه المحطة التوليد الكهرباء بالطاقة النووية. كمان احنا انشأنا بدأنا كمان بدأ الدراسة في مدرسة الضبعة للعلوم النووية في المدرسة الثانوية عشان اعداد كوادر للعمل في محطة الطاقة النووية، فاذا العلاقات قوية جدا الحمد لله في حالة من حالات التعافي. روسيا موقفها لم يكن يعني على مستوى ما نرجوه من عمق وقوة العلاقات بيننا في مساندة حق مصر في قضية سد النهضة في خلال جلسة مجلس الأمن اللي عقدت منذ عدة أشهر، لكن نأمل الحقيقة انه تعود العلاقات المصرية الروسية الى سابق عهدها، من انها ان روسيا بتمثل لمصر احدى القوى الاستراتيجية في العلاقات الدولية، ومصر بتمثل لروسيا احدى القوى الاقليمية المهمة جدا في منطقة الشرق الاوسط والمنطقة العربية. اعتقد انه مشروع زي مشروع الضبعة بالاستفادة الكبيرة جدا اقتصاديا للاصدقاء الروس، من الممكن ان يمثل يعني خطوة مهمة جدا في توطيد هذه العلاقات وعودتها الى ما كانت عليه من قبل. نعم، طيب هروح مع حضرتك كمان للعلاقات المصرية الأمريكية، وأيضا معانا منشط خاص بتداعيات فيروس كورونا. مصر تستقبل عددا من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا المقدمة إهداء من الولايات المتحدة الأمريكية. في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين القاهرة وواشنطن واهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الدول الصديقة لمواجهة جائحة كورونا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإهداء جمهورية مصر العربية عدد من العيادات الطبية المتنقلة، وده يعني لمواجهة ومجابهة فيروس كورونا. الحقيقة يعني رغم ان احنا عندنا تحفظات كثيرة جدا على السياسة الأمريكية في مختلف عودة سواء جمهورين او ديمقراطيين، حال في الأزمة الأخيرة وأزمة كورونا مصر تلقت ملايين الجرعات من الأمصار المختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العيادات المتنقلة الحقيقة بإضافة كبيرة جدا لمواجهة هذا الوباء. الحقيقة كمان منادات الرئيس بايدن بأنه على الدول المتقدمة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في الأمصار المختلفة حتى تتمكن الدول النامية والدول القادرة زي مصر. احنا عندنا قلعة صناعات دوائية منذ خمسينات ستينات، احنا كنا بننتج تقريبا اكثر من 90% من احتياجاتنا من الدواء، كنا بنصدر دواء في خمسينات ستينات، فعندنا يعني قاعدة صناعية قوية للدواء. فلو لو لو تم التنازل فعلا عن حقوق الملكية الفكرية اعتقد ان احنا دولة من الممكن ان نصنع يعني ملايين الملايين من الجرعات في الأمصار المختلفة، ونستطيع أن نمنحها أيضا بشروط ميسرة جدا لكثير من دول إفريقيا والدول العربية. فالحقيقة الموقف الأمريكي في مواجهة هذا الوباء يعني ده موقف مهم جدا، خاصة بعد وجود الرئيس بايدن. انت عارفة أنه إهمال الرئيس السابق ترامب في مواجهة الفيروس عند بداياته هو الذي أدى إلى تفشي كبير جدا، وكانت أمريكا أحد البؤر الملتهبة في تفشي وباء كورونا. وحتى لم يعلن عن مولد أول مصر إلا بعد رحيل ترامب بعدة أيام عن البيت الأبيض. فالموقف الأمريكي الحالي سواء في دعم الدول المختلفة بملايين الجرعات من الأمصار المختلفة أو بالعيادات المتنقلة أو بدعوة الرئيس بايدن التي يعني أتمنى أن ترى النور، أنه شركات الأدوية في العالم ربحت مليارات المليارات من الدولارات في تصنيع الأمصار المختلفة. أعتقد أنه إنسانيا يعني ودينيا واجتماعيا وأخلاقيا أنه التنازل عن حقوق الملكية الفكرية كما يدعو الرئيس بايدن أعتقد هذا شيء مهم جدا لصالح البشرية كلها. نعم. وليس لصالح دولة بعينها. أكيد.
طيب نروح مع حضرتك كمان للعلاقات المصرية السودانية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة جنوب السودان. في إطار الدعم المصري المتواصل للدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار جوبا بجمهورية جنوب السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية الدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى جمهورية جنوب السودان، وده للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان. نتكلم مع حضرتك كمان عن هذا المنشط، وطبعا دي مش أول مرة مصر ترسل مساعدات لدولة جنوب السودان. مش بس مساعدات طبية، الحقيقة الدور المصري في دولة جنوب السودان منذ الانفصال، الحقيقة اللي أنا شخصيا لم أكن أود ولا أتمنى أنه يحدث انفصال، كان يعني كنا نتمنى أن يظل السودان موحد، لكن وقد حدث هذا الانفصال. فمصر الحقيقة دائمة التعاون ولها أيادي بيضاء كثيرة جدا للأشقاء في جنوب السودان في مشروعات لا متعلقة بالري، مشروعات متعلقة بالإنشاءات، مشروعات متعلقة بالجانب الصحي سواء إنشاء مستشفيات أو إرسال معونات طبية. وحقيقة ده جزء من المسؤولية المصرية التاريخية. انت عارفة انه افريقيا شهدت حركات تحررها او استقلالها على يد الحياة بمساعدة مصر بايام الرئيس كمال عبد الناصر، مصر اللي كانت لها الدور الفاعل في انشاء منظمة الوحدة الافريقية اللي تحولت بعد كده الى الاتحاد الافريقي. ففي كل الدول الإفريقية مصر لها دور كبير جدا، وحقيقة ما زال حتى الآن الأشقاء في أفريقيا بيعترفون بالدور المصري. صحيح. كمان ما ننساش أنه دولة جنوب السودان دولة من دول حوض النيل، ودولة مهمة جدا في الملف الملتهب المطروح على الساحة دلوقتي، ملف سد النهضة. صحيح. فهذا مثل هذا التعاون هو مسؤولية تاريخية لمصر تجاه كل الدول الإفريقية، أنه مصر تدعم وتساند كل الدول الافريقيه منذ الخمسينات والستينات والى ان يشاء الله. يعني المساله ده مسؤوليه تاريخيه، انه افريقيا بالنسبه لنا هي المجال الحيوي للسياسه المصريه، واحنا قعدنا سنوات طويله جدا انه كل افريقيا تؤيد القرار المصري ايا كان هذا القرار المصري في كل الساحات الاقليميه والدوليه. نعم. ايضا ان احنا عندنا ملفات مهمه زي ملفات التجارة البينية بيننا وبين أفريقيا، العلاقات الاقتصادية، الملف زي ملف النهضة، يعني العديد من الملفات. دولة جنوب السودان أعتقد أنها دولة مهمة جدا في كل هذه الملفات، ولذلك تحرص مصر طوال الوقت على تقديم كل أنواع الدعم للأشقاء في جنوب السودان يعني مساعدتهم ومساندتهم، وانطلاقا من دور المسؤوليه التاريخيه لمصر تجاه كل افريقيا. صحيح. كالعاده بيسعدني مداخله حضرتك والتحليل الصحفي الاكثر من رائع، بشكرك جدا استاذ محمد الشافعي الكاتب الصحفي والمؤرخ، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الصحفيه انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الاخيره، خليكم معنا. شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. مصر تحيا وألف تحيا كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. احنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، تسألوا الارض وهل
تحكي عن بلدنا نبقى مين. دولة صعبة تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم اسم مصر من سنين. مصر تحيا وألف تحيا، مرحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لحضراتكم في مقدمة الحلقة، هنتكلم فيها عن مشكلة المرحلة الابتدائية اللي بيعاني منها الكثير من الأهالي والطلاب، كمان بالأخص طبعا الصف الرابع الابتدائي ومناهج الصف الرابع الابتدائي. وطبعا بنسمع شكاوى كتير من الأهالي، من الطلاب، من المدرسين كمان بصعوبة هذه المناهج. هنتكلم عن أسباب المشكلة، هنتكلم عن آليات تطوير التعليم بشكل عام مع ضيفنا اللي معانا عبر ماسنجر، دكتور مجدي حمزة الخبير التربوي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. يعني خلينا نوضح في البداية للمشاهدين أسباب مشاكل مناهج التعليم، وبالأخص طبعا منهج رابعة ابتدائي. والله مشكلة المشاكل دلوقتي هي رابعة ابتدائي، يعني الشغل الشغل الناس كلها كأنها ثانوية عامة بصراحة، يعني صحيح كأن الطلبة كأن التلاميذ في رابعة ابتدائي يعني داخلين هيدخلوا طب. يعني بنسمع يعني طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي يعني كتير من المشاكل كبيره قوي. صحيح، اتفضل. هي المشكله جت ان مناهج رابعه ابتدائي بقت كتيره جدا، بقى حوالي 12 من 12 ل 13 منهج، غير بعض الانشطه زي انشطه التوكاتسو. وانشطه التوكاتسو دي بجانب المواد اللي هو 13 ماده، فدول الحسو وجانب الحشو الكتير قوي وبجانب المعلومات الكتيره اللي فوق مستوى قدرات التلاميذ في المرحله ديت. ده خلى نوع من البلبله والقلق عند اولياء الامور كلهم، والطلبه مش فاهمينهم. يعني ده المشكله الاكبر، ان المدرسين نفسهم بيقولوا احنا مش فاهمين المنهج ومش عارفين ندرسه. صحيح. يعني تخيل حضرتك لما يكون المسؤول الاول عن 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 تدريس الماده بيقول لك لا المنهج ده صعب جدا ومش قادر مش عارف ادرسه. صحيح. ده دي كارثه كبيره احنا بنتعرض ليها في مصر يعني. وبالتالي القلق والتوتر ده تصدر لاولياء الامور، وخلانهم هم اليوم كل الحق، لانهم خايفين على مستقبل اولادهم. وبالتالي وزاره التربيه والتعليم بتحاول تخفف الموضوع ده شويه وتحاول تطمن اولياء الامور، لكن فقدان الثقه او انعدام الثقه بين وزاره التربيه والتعليم تحديدا واولياء الامور هو ده الموضوع الاساسي اللي ممكن نتكلم فيه اكثر حتى من منهج رابعه ابتدائي. نعم. يعني المشكله مش مشكله منهج رابعه ابتدائي تحديدا، يعني يعني المشكله مشكله انعدام الثقه بين وزاره التربيه والتعليم او فيما تفعله وزاره التربيه والتعليم من تطوير واولياء الامور. يعني المشكله مش قاصره بس على رابعه ابتدائي او اولى ابتدائي او ثانويه عامه. صحيح. لا، هو المنظومه كلها فيها عدم او انعدام للثقه بين الجمهور عموما اللي هم اولياء الامور والطلبه والمدرسين والمسؤولين اللي هم في وزاره التربيه والتعليم. يعني هذه المشكله كلها. لان الفكره احنا كنا ماشيين في طريق، ويعني طريق انه بنحفظ وبنلاقي الامتحان بشكل مفهوم او اسئله مفهومه، ونروح يعني نجاوب الحشو اللي كنا بنقول عليه، وانه انا حافظ فهروح اجاوب. دلوقتي الموضوع اختلف شويه او اختلف كتير. طب فكره ان المناهج صعبه فبتخلي الطالب يلجا للدروس الخصوصيه، ما هو انا كأم وأب او اولياء امور انا مش عارفه اتعامل مع الطالب او ابني، انا مش فاهمه هو بياخد ايه، فانا هلجا لمدرس بشكل خاص. واحنا بنحاول طبعا يعني ننهي فكره الدروس الخصوصيه، ازاي نقدر نعمل التوازن ده؟ بص اقول لحضرتك حاجه، تعالي نرجع من سنتين ثلاثه ورا، يعني انه من اول الدكتور طارق شوقي ما ابتدى يقول تطوير العمليات التعليميه من 2018 2019، من 2018 تحديدا يعني. يعني بقى حوالي 3 سنين المناهج بتتطور، وكما يزعم الدكتور طارق شوقي يعني. ودخلنا بعض واستخدام التكنولوجيا في التعليم زي التبادل في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وثانويه عامه. وده تطوير كلنا بنشكر وزارة التربية والتعليم عليه، وبنشكر القيادة السياسية عليه، لأنه ده توجه عالمي. استخدام التكنولوجيا في التعليم ده توجه عالمي، لكن هي المشكلة كلها إن احنا استخدمنا يعني بمعنى صح جينا زي ما قلنا إيه، جينا من الدار للنار على طول يعني. ما كانش فيه تمهيد بسبب ظروف كوفيد 19 يعني. بسبب كورونا ابتدت تسرع يتم تسريع عملية تطوير التعليم واستخدام التكنولوجيا في التعليم، مع عدم
مع عدم مراعاة البيئة المصرية وعدم استعداد البيئة المصرية والطلبة المصريين والمدرسين المصريين والأباء والأسرة المصرية كلها لفكرة تطوير التعليم. ودي كانت الغلطة اللي قامت بها وزارة التربية والتعليم، ما مهدتش ما فلشتش الفرشة اللي احنا بنقول عليها عشان نبتدي نستوعب فكرة تطوير التعليم وتطوير التكنولوجيا وازاي نستخدم التكنولوجيا زي ما العالم كله بيستخدمها. وخاصة وبرضو يعني في جانب سلبي ممكن نتكلم فيه كمان، ان هو ان ما جاء التعليم عن بعد او التعليم اونلاين اثبت فشله في كل دول العالم، اثبت فشله في كل دول العالم، وبالتالي وكان ليه مشاكل كثيره جدا لان كانت البيئه التكنولوجيه مش ممهده في مصر. والمايندز بتاع والمايندز بتاع الطلبه المصريين والمدرسين المصريين او العقليه الطلبه والمدرسين المصريين مش قادرين يستوعبوا فكره التطوير التعليمي، تطوير التعليم من خلال الاونلاين يعني. ودي كانت احدى المشاكل الكبرى اللي لم تنتبه ليها وزاره التربيه والتعليم. ده من فتره. وابتدوا بقى يعملوا ايه بقى، يدخلوا سيستم جديد في الامتحانات دون تدريب المعلمين والطلب عليه. برضو دي كانت مشكله المشاكل اللي خلت فيه نوع من التوتر والقلق الداير في المجتمع المصري كله. يعني احنا حابين نطور بس طورنا بسرعه من غير ما يكون في استعدادات، من غير ما يكون في تغيير الافكار، من غير ما يكون في تدريب للمعلمين، من غير ما يكون في استعداد للطلبه، من غير ما يكون في استعداد نفسي للطلبه كمان، ومن غير ما يكون في استعداد لاولياء الامور، واولياء الامور يكون عندهم القدره ان هم يعملوا ده. وده اللي خلق اللي احنا شايفينه دلوقتي، ان بقت رابعه ابتدائي هي النموذج المصغر لعدم تطوير التعليم، وان تطوير التعليم في مصر بقى تطوير ليه محاذير كتير جدا وليه عيوب كتيره جدا، ده من خلال كلام اولياء الامور. ما هو ده بيرجعنا لفكره ايه، ان هم ليه رابعه ابتدائي بيقولوا ان رابعه ابتدائي فيها مشاكل في المناهج. المنهج كبير، في 13 ماده، في حشو كتير جدا، مستوى المعلومات فوق المستوى العقلي والذهني للتلاميذ في المرحله العمريه ديت، وده مشكله، ودي حاجه مخليه الطلبه مش قادرين يستوعبوا المنهج، ومش مش مش ومش والمعلمين مش قادرين يشرحوا المنهج. فبالتالي حصل اللخبطه اللي احنا فيها او الهزه اللي احنا فيها اللي محدش قادر يوصل لحل فيها لغايه دلوقتي يعني. طب دكتور، احنا ليه لجأنا اصلا لان احنا نصعب المنهج على اولادنا؟ يعني ما كانش في طريقه نطور بيها التعليم غير بان احنا نصعب المنهج؟ دكتور طارق شوقي قال فكره حلوه قوي، قال الانجاز الوحيد لوزاره التربيه والتعليم هو منهج رابعه ابتدائي. تخيل حضرتك، المسؤول الاول عن التعليم بيقول الانجاز الوحيد لوزاره التربيه والتعليم في التطوير هو منهج رابعه ابتدائي. طب يا سياده الوزير، اذا كانت الناس كلها بتقول لحضرتك المنهج صعب والمعلمين بيقولوا المنهج صعب، اذا في مشكله حاصله في الخبراء والدكاتره ومركز البحوث ومركز تطوير المناهج اللي حط المناهج نفسها. لان حتى بعض المعلمين بيتواصلوا معايا وبيقولوا ان المناهج فيها حشو وفيها معلومات فوق مستوى الطلبه، وفي بعض الحاجات جايبه هنا من ثالثه اعدادي ومن ثانويه عامه حاطينها في منهج رابعه ابتدائي. هل ده يعقل؟ احنا التعليم في العالم كله التعليم عباره عن متعه وعباره عن تنميه لقدرات الطالب، مش ان انا اكره الطالب في حياته وان انا اخلي حياته سوده يعني. الطالب هيستمتع بحياته ازاي؟ هيستمتع بطفولته ازاي؟ هيقدر يستوعب المنهج ده كله ازاي؟ خاصه اذا كان المدرسين نفسهم مش قادرين يشرحوا المنهج يعني. صحيح. وده بياخدنا لسؤال، هل التطوير في مصر جاب الهدف المرجو منه ولا ما جابش الهدف المرجو منه؟ يعني في بعض التطوير جاب حققت هدفها، والبعض الاخر لابد من نعيد النظر في صياغه منهج التطوير تاني، وخاصه في فكره المناهج وفكره استعداد واستقبال الطلبه واولياء الامور للمناهج يعني. معنى ذلك انا مش بقول ان اولياء الامور والطلبه يفرضوا رايهم على وزاره التربيه والتعليم. المنوطه الجهه الوحيده المنوطه المسؤوله عن وضع السياسات التعليميه في مصر هي وزاره التربيه والتعليم. صحيح. بشرط الا تصطدم برغبات وتطلعات وامال وطموحات الطلبه التلاميذ واولياء الامور في مصر كلها يعني. نعم. طب احنا يعني حضرتك ذكرت كمان انه احنا المدرسين بيشتكوا من صعوبه المنهج، هل في فكره ان احنا ندرب المدرسين ونأهل المدرسين عشان يقدروا يتعاملوا مع منهج صف الرابع الابتدائي؟ هو سؤال حضرتك سؤال رائع، بس هو ليه شقين.
ليه المدرسين قالوا المنهج صعب؟ هنرجع بقى لأصل المشكلة، كثافة الفصول. تمام كثافة الفصول، لأن الفصل بيعدي الميت تلميذ دلوقتي، صحيح. فاضطروا يعملوا فترة صباحية وفترة مسائية، وفي بعض المدارس في فترة ثالثة كمان، والمعلم هنا والمعلم اللي بيدرس في الفترة الصباحية هو نفس المعلم اللي بيدرس في الفترة المسائية، هو نفس المعلم اللي بيدرس في الفترة الثالثة. نعم. معنى ذلك ان انت عامل ضغوط نفسية ورهيبة جدا عليه، على المعلم، بحيث انه مش قادر يستوعب. يعني في بعض المعلمين ابتدوا ياخدوا اجازات كتير جدا لانهم مش قادرين يتحملوا الضغط الجسدي والمعنوي والنفسي اللي محطوطين فيه، لانهم بيدرسوا ثلاث اربع فترات في فترتين او ثلاثه في اليوم. ودي مشكله كبيره جدا، غير ان المدرسين اصلهم مش مؤهلين. مش مؤهلين لتدريس المناهج دي لانهم ما اتدربوش عليها. طب صحيح. يعني المفروض كان وزاره التربيه تعمل ايه؟ لا، تاخد المدرسين في الاجازه، ما احنا عندنا اجازه اربع شهور، وقعدنا حوالي سنه ونص كورسات بقى وتاهيل. صحيح بالضبط كده. وبالعكس احنا نعمل تقييم للمعلم قبل ما يدخل التدريب، وتقييم بعد ما يدخل التدريب، ونشوف مدى استفادته من التدريب، هل استفاد ولا ما استفادش. وممكن نحط له حوافز تشجيعيه يقدر من خلالها يستوعب دوت ويقدر يطور نفسه. طب المعلم اللي ممكن مش عايز هنقول مثلا اللي واخد الموضوع فهلاوه وعايز دروسه خلاص، لا، ده ياخد بعد كده لو دخل التدريب وما استفادش ياخد التدريب على حسابه بعد كده. وده يكون اكبر رادع لي. بس ده ما حصلش برضه في التربيه والتعليم. يعني وين كان حصل في بعض المعلمين، او زي ما الدكتور طارق شوقي بيقول ان هم دربوا حوالي 400 او 400 الف معلم، بس 400 الف معلم خدوا التعليم الشكلي مش التعليم اللي بيحتوي على المضمون الاكثر، بحيث ان هو يقدروا يطوروا من قدراتهم الذاتيه ويقدروا يستوعبوا فكر التطوير اللي الوزاره بتنفذه، وبالتالي يقدروا يطوروا ويسهلوا الماده للتلاميذ في رابعه ابتدائي او غيرها. انا مش بتكلمش في رابعه ابتدائي بس كحاله خاصه، يعني صحيح. انا بتكلم في عموما، بس رابعه ابتدائي بقت هي انت عارف كره التلج اللي موجوده دلوقتي عندنا في مصر، يعني صحيح. بحكم ان احنا الجو دلوقتي عندنا برد في مصر قوي. صحيح. طيب اروح مع حضرتك لنقطة اعتقد ان هي مهمة، فكرة وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بشكل عام، وابرازها لمناهج صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي، لانه في اولياء امور مش عندها اولاد في المرحلة دي فما كانتش عارفة، فلقينا في هوجة على السوشيال ميديا وانه في صعوبة في المناهج. يعني رؤية حضرتك دور السوشيال ميديا في ابراز طبعا هذه المشكلة، خاصة ان احنا بنلاقي ساعات السوشيال ميديا بتضخم مشاكل ملهاش وجود اصلا. حضرتك قلت نقطة عبقرية. ايه بقى؟ المشكلة اللي احنا عايشينها في مصر دلوقتي هو دور وتأثير وسائل السوشيال ميديا كلها في الحياة كلها في مصر، مش في التعليم بس. صحيح. بقت السوشيال ميديا عامل سلبي وعامل ضغط على كل المسؤولين. نعم. وبتضخم بتعمل على تضخيم، يعني انت عارفه زي ما نقول كده بالفلاحي بتعمل من حبه قبه. صحيح. وابتدت تسبب نوع من التوتر والقلق لاولياء الامور نفسهم. حقيقي. لان احنا برضو ما عندناش الثقافه والوعي اللي من خلاله نقدر نقول فين الصح وفين الغلط. لسه الموضوع لسه ما انتشرش عندنا بالصوره الكافيه. بننساق فعلا وراء اي حاجه بتكون على السوشيال ميديا. صحيح. بننساق ورا اي حاجه بتقال على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا على فكره ممكن تهول حاجه بسيطه جدا وتقلل حاجه كبيره جدا. صحيح. ما هي برضه هنرجع لمدى احنا مدى قدرتنا على التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، هل تعاملنا معاها مع وسائل التواصل الاجتماعي تعامل رشيد ولا تعامل فيه نوع من الحده والغضب؟ احنا بقينا نميل للحده والغضب. صحيح. وبقينا نكل المسؤولين كل المشاكل او نصدر لهم كل المشاكل اللي هم مش هيقدروا يعملوها برضه. يعني وسائل التواصل الاجتماعي بقت عامل ضغط رهيب وعامل ولها جانب سلبي يعني فظيع على مختلف جوانب الحياه وخاصه العمليه التعليميه. صحيح. لان زي ما حضرتك قلتي من شويه ان في بعض اولياء الامور ما كانوش يعرفوا يعني ايه رابعه ابتدائي. احنا عندنا اصلا في رابعه ابتدائي 2 مليون و600 الف طالب بس في رابعه ابتدائي بس، يعني معايا حضرتك؟ مع حضرتك. فالباقي بقى اللي عندنا ال 23 مليون تلميذ في مصر
ما كانوش يعرفوا ايه اللي حصل في رابعه ابتدائي الا من خلال السوشيال ميديا. دي حقيقه. وابتدت بقى الجروبات الاولياء الامور تهاجم الوزير وتهاجم الوزاره. ما يعني من حقنا ننتقد، من حقنا نهاجم، لكن بيكون في مصلحه العمليه التعليميه. لا ننتقد لشخص الوزير، لا ننتقد شخص الوزير، ننتقد سياساته، ننتقد بعض الامور اللي مش عاجبانا، لكن ما نقعدش ان 24 نهاجم. احنا بقينا نهاجم دلوقتي اي حاجه 24 ساعه، بنهاجم في وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بنهاجم بعضنا، بنترمر على بعضنا. بقت وسائل التواصل الاجتماعي بقت وسيله مرعبه جدا لاي حد عايز ياثر سلبيا على الاخرين. يعني حقيقي. يعني بقينا نلاقي الاهالي اللي هو يعني عدوا بالمرحله دي او بالصف ده، احنا يعني فلتنا زي ما بيقولوا، فلتنا خلاص من رابعه ابتدائي. والناس اللي لسه داخله المرحله او الاهالي واولادهم اللي لسه داخلين المرحله يعني مرعوبين من طريقه التضخم اللي حصلت على السوشيال ميديا بسبب صعوبه مناهج رابعه ابتدائي. في بعض الاولياء الامور في ثالثه ابتدائي تواصلوا معايا بيقولوا لي دكتور احنا عايزين نحول من ولادنا من ثالثه ابتدائي للتعليم الازهري. صحيح. هم في ثالثه ليه؟ لانهم من كتر ما شافوا المشاكل اللي حصلت في رابعه ابتدائي فهم اصلا كارهين السنه قبل ما يدخلوها. طيب. فتخيل حضرتك بقى الموجودين في رابعه ابتدائي نفسهم كارهين نفسهم يعني. طيب خليني اختم مع حضرتك يعني ببعض النصائح لاولياء الامور في البدايه، وبعد كده نوجهها للطالب والمدرسين كمان، ازاي يقدروا يتعاملوا مع المنهج يعني في ظل هذه المنظومه الموجوده، يعني ما فيش تغيير لحد دلوقتي، ازاي نقدر نتعامل؟ لا خلينا نقول الموضوع ده ليه جانبين. نقول رساله لوزاره التربيه والتعليم ورساله لاولياء الامور. اتفضل. ليه تحديدا اولياء الامور والمعلمين يعني؟ لان التلميذ في المرحله السنيه وفي المرحله العمريه دي مش قادر يستوعب اللي بيحصل حواليه. هو ولد في سن صغير جدا 9 10 سنين، عايز يلعب، عايز يتنطط، عايز يتحرك، عايز يحس بمتعه الحياه. صحيح. اما رسالتي الاولى الامور، حاولوا تهدوا اولادكم وحاولوا تستوعبوا كلام وزاره التربيه والتعليم وتقولوا، وقالت قبل كده الدكتور طارق شوقي ما تخافوش من الامتحانات. وبرضه انا مش فاهم يعني ايه دكتور طارق شوقي بيقول ما تخافوش من الامتحانات، احنا اصلا التقييم عندنا قائم على الامتحان. الفكر اتغير، سيستم الامتحانات اتغير، لكن اسم الامتحان نفسه بيقلق الناس. صحيح. فرفقا باولادكم وحاولوا تهدوهم، وان شاء الله يكون في حل من قبل وزاره التربيه والتعليم اللي هي تخفف جزء من المناهج، بحيث او تجيب للطلبه امتحانات بسيطه قد على مستوى قدراتهم العقليه في السن دوت. اما في بعض المعلمين هم اثاروا الضجه ديت، لا يا رب تحاولوا تنموا قدراتكم الخاصه وتحاولوا تطوروا من نفسكم، لان ده لمصلحتكم انتوا قبل ما يكون لمصلحه الطالب. أنا بشكر حضرتك. وقبل ما كل مصلحة العملية التعليمية في مصر كلها. أكيد أتفق مع حضرتك، وبشكر حضرتك جدا يعني على هذه الفقرة الرائعة، بشكرك جدا دكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، بشكرك على وجودك معانا، شكرا لحضرتك ونورتنا. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، أشوفكم بكرة وحلقة جديدة، وصباحكم صباح نور.